السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني روما وسوما في التحديات من جديد. تحدياتنا على ايه يا روما؟ على طبق رز ونص فرخة وكوسة. والله بقى يعني فراخ بطاجن الكوسة روعة، وهي بصراحة عاملة الأكل جميل جدا جدا جدا. يعني متحرجونيش وأنا جعانة، شلون مجوعة نفسي خلاص. فيلا عشان إيه؟ خلاص بتكسب. بص دلوقتي التحديات بتاعتنا عبارة عن إيه يا روما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبكده نكون ظبطنا الوقت ويلا بينا. 1 2 3 جو جو. يلا بسم الله. بردت الرز ده فايدته إن إحنا نعرف ناكل بسرعة. بسم الله. انا هعرف اكل بسرعه. هو انا المفروض اخلص الاكل ده كله؟ المفروض بالكوسه كله، بالفراخ بكله كله. يا بطني بسم الله. على فكره يا جماعه، انزلوا شجعونا وقولوا لنا مين هيكسب، توقعاتكم مين هيكسب، انا ولا روما؟ الكوسه طعمها جميله جدا والله العظيم. سلمي يا قلبي بجسمي، طعمها حلو قوي. بصوا يا جماعه، انا ان شاء الله هتفرق باذن الله. والله بطني وجعاني اصلا وانا عيانه يعني، بس ان شاء الله هتفرق. مين بيحب الفيديوهات الاسمر؟ مين فيديوهات الاسمر ده؟ مين عم الاسمر ده؟ فيديوهات الاسمر دي اللي هي فيديوهات الاصوات. سخنه سخنه حلوة حلوة. مش انت عايزاها سخنة؟ قولي بقى. انا بحبها سخنة. بسم الله. على فكرة والله انت عمال حلوة قوي، تسلم ايدك والله العظيم. الف هنا حبيبة قلبي. طبعا الجلد بره التحدي. لا كلي. خليكي التحدي كلي. طب الله بره بياكلوا. ماشي هناكل الحتة المقرمشة فيه. هما المقرمش ولا غير مقرمش بياكلوه؟ عادي. اذواق. الاسمر ده يا روما، بسم الله. طبعا الناس اللي متابعيني عارفين انا بسمي كتير في الورده. الناس اللي هي بتاكل تعمل الاصوات دي، ده اسمه الاسمر. انما ببقى جايين نص بقهم كده حاطين الاكل بقى قوي. هي مش الكوريه ولا اليابانيه اللي بيقعد بياكلوا بالطريقه دي، بتوجع بطني قوي. على فكره عايزه اقول لك ان في ناس بتحب نوعيه الفيديوهات دي قوي قوي قوي، بس بصراحه انا ما استهوتنيش. في ناس يعني، مش ناس عندها فوبيا من الاكل. انا على فكره بيجي لي كده على فكره اوقات لما اكون مثلا قاعده كده جلد يا جماعه في حاله سكون، والاقي حد ايه بياكل خياره مثلا او جزره، بابا قاعدة عندي حالة كده اللي هو في حاجة غلط. ايه يا عم الحاج ده؟ مش عايزة تكسر. بجد جربوا الطريقة بتاعت اللي هنزلها لكم، جربوا طريقة الفراخ بالكوسة دي جامدة جدا، حتى اولادكم هيحبوها. غير البطاطس بقى، مش هناكل بطاطس. بطاطس فراخ بالبطاطس. لا خاصة ان الكوسة مفيدة جدا وكتير من الاطفال مش بيحبوها. ولا بقى طاجن اللحمة بالكوسة اللي ماما عملتها. مش كان عامل ازاي؟ طاجن اللحمة بالكوسة ماما كانت عاملاه رائع. بصراحة. وكمان اعذرونا على الزروطة. الكوسة اللي هي باللحمة المفرومة بعملها يا سيما. سميت الكوسة باللحمة المفرومة. جميلة. اعملها لهم. عملتها مرة. بجد؟ سمعتهاش في تحدي. لا احنا اكيد مش هناخد كوسة، سميت كوسة. بس اعملها لهم طريقة. مين بيحب القروشة بتاعت الفراخ دي زي ايه؟ انا. على فكرة والله العظيم انا بطني بسم
حضري نفسك للعقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ان شاء الله هكسب. حضري نفسك للعقاب بس مش هتعاقب. ماشي ماشي. وبعد كده تعيطي بقى لما عاقبك دلوقتي عقاب سمين. انا ليه كنت شايفين توديني لحد البيت عندنا اهو ده اللي بيغنوا له. اهو ده اللي مش ممكن ابدا. انت حتى فلفل في الصينيه صح؟ حاجه حرقة. انا مش حرقة. حرق قوي. انا عايزه اقول لكم ان انا من الناس اللي عامله زرافه ما بحبش الكوسه. بس الطريقه دي جامده. ما كناش بنحب الكوسه اللي هي الطبيخ بس ما زلنا ممكن او ما بقالنا كتير قوي تقريبا ما بنعملهاش. بس ممكن نعمل بقى الكوسه دي او اللي هي باللحمه المفرومه دي جميله جدا. لا اللحمه المفرومه دي ماما تيجي تعملها بقى صورها له. مهمه تعملها. ماما بتعملها رائعه. خايفين طعمها حلو قوي. في قفلات كده احنا لازم ناكلها من ايد ماما. السمك والقرنبيط. ايوه والمكرونه بشاميل. بصوا يعني انا ممكن مثلا ايه ماما بتعمل كوارع تحفه. ماما بتعمل كل الاكل حلو. بس في حاجات كده ما نعرفش ناكلها بره. ممكن تكون زفره ما نعرفش احنا ناكلها كده. القرنبيط ما بيطلعش حلو عند الناس بره. والسمك ممكن نروحنا عند اي حد ناكل عادي. يعني مش هنكسفه وممكن يبقى حلو وكده. بس بصراحه ان الاكل ده ساعات بيبقى فظيع. لا في اكلات من يعني مش عند اي حد تتاكل. انا بصراحه ما بعرفش احمر القرنبيط زي ما ولا السمك على فكره. ولا انا وانا بعرف احمرها زي ماما. بس ماما يعني ماما عارفه تنشفها بصراحه. لا انا ما بنوصلش لدرجه ماما. هو احنا ما عداش 10 دقايق ولا ايه؟ ايه ده يا نهار ابيض. على فكره ده هيرني بعد 3 دقايق. احنا عاملين نتكلم كتير قوي. انت بتتكلمي. ابني الفلفل ده يروح بقي مين؟ بقي انا. جهزت نفسك للعقاب. لا الامل والعزيمه حلوين. حاسب الامل والعزيمه حلوين. ما ينفعش ان انا اكون بقالي كتير ما طلعتش لحبايبي ويوم ما اطلع لهم اتهزم. ما ينفعش. على فكره انا اكلت فراخ. انت لسه ما اكلتيش. مين ده؟ حضرتك انا اكلت الفراخ بتاعتي. عادي انت ممكن تستسلمي. لا انا بصي بقى اخسر استسلم. لا بس 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 فراخ عامله ازاي جميله. بصي والله العظيم انا في اي حاجه لو خسرت فيها ماشي اعيدها تاني. جربوها مع الماما. بس ان استسلم ده يبقى انا ضعيفه. دلوقتي يا عم الحبيب. على فكره انت هتخسري وربنا. لا جميله. لا خطيره. لا خطيره جدا. هي طعمها حلو. بقيت يوم ما كانتش فسر. لا انا كنت عارفه قوي. انت كده عماله تاكلها اصلا كده. ما فيها حاجه. استسلمي يا ماما. ما تغسليش على نفسك. انا قاعده لحد ما يرن. انا واخد درس في الفصحى. حبيبتي استسلمي. مش عارفه انت مش عايزه استسلم. قلت لك ما استسلمش. الاكل رائع. انا قاعده بكمل اكل على فكره. انت هتخسري يا سمية. حبيبتي انا مش هخسر لان انا قاعده بكمل اكل. الفراخ صفة كشة جميلة. مش معرفش هي بتاعت جوز طعمها حلو قوي. شفتني من بكرة كسر ايدي. الناس اللي هتعرف ما تاكلش. ما تتفرجش. هي فعلا ما تاكلش. الاكل بالايد
سبحان الله ليه طعم ومذاق تاني خالص. على فكرة رن ستوب بقى رن اهو بيه مرة نسمعتش حاجة اهو والله عشان بس الصوت مش طالع بس والله رن اهو دلوقتي 11 و17 دقيقة 27 دقيقة احنا بادئين بالظبط 11 و17 دقيقة يبقى ايه عندك عشان طيب ادي عندك ادي الفراخ بتاعتي بص انا واكله الجناح واكله الورك واكله نص الصدر بصي بقى حضرتك سايبه فيها قد ايه وادي الكوسه عندك اكتر عندي انا اكتر من عندك شويه اهو متعادلين لا انا بتكلم في الكوسه بصي الرز عندك وبصي الرز عندي اهو وريهم لا وريهم وريهم اهو اهو مين واكل الرز اكتر ومين واكل وريهم مين واكل الفراخ اكتر انا اهو هي واكله هي واكله الكوسه كفت الكوسه عشان طعمها حلو قوي ودلوقتي خلاص اكتسحتها لا وكسبتها لا 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 هو صحيح الرز دي زياده ماليش فيه بس الكوسه عندك زياده وانا عندي الكوسه خلصانه وانا اللي كسبت لا لا ماليش دعوه ماليش فيه ماليش فيه هتتعاقبي يعني هتتعاقبي لا اسمعي ماليش ده ايه ده لا اسمعي لا انا كسبت انا مش معقوله اكون راجعه لحبايبي وارجع لهم وانا بتعاقب طب ما انا راجعه انا كمان ماليش دعوه برضه مكاني وعمال اكل وفي الاخر اخسر لا لا استني استني مين واكل اكتر من مين انت الجناح بتاعك زي ما هو انا واكله الورك واكله نص الصدر واكله الجناح انا عندي زور وانت ما عندكيش زور لا مالكيش دعوه بالزور على فكره الزور الزور خارج القصه مالكيش دعوه لا طبعا لا طبعا انت الحاجه الوحيده انا واكله الفراخ واكله الرز انت الحاجه الوحيده اللي زياده عندي هي الكوسه بعد ما انا خسرت وارجع لكم في العقاب استني يا سمك جميل قعدنا يعني نقيس مين كل اكتر ومين كل اقل والله طلعت انا اللي اكلت اكتر بامانه ها ما تكدبيش ما تكدبيش عارفه بس هتقلي ربنا ازاي مش قادره اقولها بس خلاص هي اقنعتني في الاخر ان هي اللي كسبت انا مش اقنعتها دي الحقيقه والله فدوتي عامله لي قلق انا مش عارفه والله هو ايه بس شايفين ايه ده ده تلج انا شايفه ده تلج هو بقى اكتر من كده انا مش عارفه الجو ساقع طيب دلوقتي نيجي للعقاب والعقاب بقى ايه العقاب التلج هاكله لها مثلا لا 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 اطلاقا دي حبيت قلبي انا اخاف على اسنانها طب يعني مثلا احط لها في وشها لا وشها يسقع يعني ما ينفعش بس هنعرف ايه العقاب دلوقتي معانا هنا اربع اسئله هي هتختار سؤال السؤال اللي مش هتجاوبه السؤال اللي مش هتجاوبه انت الجايه هتنزل فاف يعني هو السؤال دلوقتي فعلا لا بتبعدي ليه تمام الثلجيه والله اكبر منها والله انت وحظك اختاري والله العظيم انا والله اختاري اللي جاوب انا مرتبكه جدا يعني بسم الله الرحمن الرحيم هاتي انا هفتح هقول لك لا مش عارف تاني خطي ما انا ما عرفتش ادولي طيب مش طب السؤال ايه كم مره اتضربتي من ماما وايه السبب مرتين قولي اذكري على الايتين اقول اتنين بس اه اذكري على الايتين اقوى على الايتين خدتيهم من ماما وايه سببهم ماما انا نمي حنينه ممكن اقول بابا انا ماليش دعوه حد على فكره مش لا يعني مش فاكره والله انا جربت اخر مره المايه على فكره انا فاكره ماليش لو ما افتكرتيش التلجايه لمده 30 ثانيه لو ما افتكرتيش التلجايه هتنزل ضربتني وانا صغيره كتير فانت فاكره اتنين منهم لا لا مش كنت صغيره انت كنت حلوه وكبيره ها يلا ها 30 ثانيه لا لا انا مش وانا لا لا قعدت العقاب 30 ثانيه هم 30 ثانيه ها يلا هعد لك 30 على ايدي مره ضربتني ايوه سريع عشان ما اطولش على الناس انا ضربت عبده اخويا حدفته وديني انا فاكراها برده حدفته مره كنا بنهزر عبده حدفته مره بمضرب في وشه ما انا ما كانش قصدي والله وضربتك ليه بقى اهي الحاجه بتتصل بتاعت على فضربتني بقى عشان اخويا عينه وجعته وانا طبعا دجلت زنقت في المطبخ وفضلت تضرب فيا هي مش بتضربني يعني عشان ايه ان انا مش عارفه هو في الاخر اتنين عيالها بس هي ضربتني عشان انا المفروض ما كنتش عملت كده دي مره طيب الثانيه الثانيه مره ها احكي لكم بقى على موقف اكبر من ده ما سلام يا حاجه معلش يا حاجه انا ماليش دعوه اقول لك السؤال اللي قال انا دايما مثلا حد طلب مني طلب وانا اصلا نايمه اكمل نوم وافتكر واحلم جوه ان وانا نايمه ان انا قمت عملت اللي هو قال عليه ده كله فمره ماما كانت نازله رايحه السوق فقالت لي ايه ريهام امي مش عارفه اعمل ايه في الشقه قلت لها خلاص يا ماما حاضر هي نزلت بقى وانا بقى كملت نوم وبعدين حلمت بقى ان انا قمت وقالهم سبت الشقه وعملت كل حاجه فيها خلصت الشقه خلصت كل حاجه في الحلم صحيت امتى صحيت على دكه الباب وهي داخله
شلت السجادة رحت عاملاها كده وهناك اقسم بالله رحت جريت بس شلت السجادة نفضتها من مكانها اسنها تري بطني بروق بس هي دخلت هناك ما تشوف دخلت يعني لا يعني اصل السجادة متشالة بس مفيش حاجة ده التراب حتى يعني لسه مثلا الحاجة بتروح انا نفضتها عملت كده راحت بقى بس تاني برضه كنت لسه ان كنت ماما تربيتها اقوى من تربية الجيش بس احنا يعني كنت صغيرة لكن الحمد لله دلوقتي يعني ايه ما بطلتش عاده النوم بس يعني بحاول افوق نفسي بس صراحه الحمد لله الحمد لله وبفضل الله ربيتنا احسن تربيه اللهم لك الحمد انا بحمد ربنا كتير طب يلا عشان طولنا على ناس وناخد السؤال الثاني عديتي بالتلجيه الاولانيه هاخد اللي في النص ماشي بسم الله الرحمن الرحيم ايه اكتر لون بتكرهيه في ايه في ايه في لبس المنزل في لبس المنزل يعني لبس البيت لبس البيت وانا عامه ما بحبش الاحمر الفاقع والاصفر والاخضر دول بحسهم الوان يعني مش الوان يعني مش بس الوان الفلاحين بحسهم الوان فاقعه جدا فهي ممكن ما تكونش ذوقي لكن ممكن تناسب ذوق حد لا هي الالوان دي مش الوان فلاحين بل بالعكس على فكره الالوان دي بتتطلب شخصيه جريئه الشخصيه الجريئه هي اللي بتلبس الالوان اللي فيها ضي يعني مثلا زي اللون الاحمر على فكره الشخصيات الجريئه هي اللي بتلبسه لا يعني انا مش من روما برج الثور 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 لو سمحت الثور 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 يلا عشان ما تنساش ماشي الحمد لله الثاني عدت من الثلجيه الثانيه كانت الاسئله واو قوي يعني بس طلعت في الـ في الـ في لذيذ يعني في الامكان بس المره الجايه ممكن انا اعمل لك اقوى من كده خدت الفكره انا غلطانه ايه لون الشعر اللي مش ممكن تعمليه في شعرك وان زوجك طلبه ايه هتعمليه ولا لا هتعمل ايه اللون اللي ممكن معاه يعني انت ما بتحبيش اللون مثلا لون معين في صبغه الشعر وانت مش بتحبيه وزوجك عايز اللون ده انت تعمليه هتعمليه ولا لا افكر استني يعني ايه بصي هو انا ما فيش لون ممكن اصل يعني ايه دماغي في الوان معينه بعملها فما جربتش الوان فاقعه قوي بصراحه برضو بس ممكن اعملها ولا لا يعني هتحددي اجابه لو هو عايزه وهيناسب شكلي ماليش دعوه لا انت ما بتحبيهوش وما يناسبش شكلك بس زوجك عايزه يا يا لا لا مش هعمل مش هتعمليه يلا بالشبه يا جماعه وكده وكده عايزه الاجابه طب انا قلت اللي انا عايزه اقوله انا مش فيه خلي الثلج جميله الجو حر جدا يا جماعه يا جماعه يلا باي باي بقى عشان نروح نرجع الثلج لا بجد يعني هي دول عايزين اجاوب اللي هي عايز تسمعه طب مش هعمله انا اصلا مش متجوزه فمش هعمله خلي الثلج جميله يا جماعه عشان نجيب الثلج ممكن تكون حلقتنا النهارده خلصت اتمنى انها تكون حلقه ظريفه لطيفه خفيفه عليكم وانت زورونا في تحديات ثانيه جديده قويه ان شاء الله مع روما وما تنسوش مع روما وسوما وما تنسوش تعملوا ايه بالطبيعه الجسم خلاص كده خلصانين يلا يا جماعه السلام عليكم